مثل كل سنة أعلن العمالقة الثلاثة LG، سوني وسامسونج عن موديلات 2021 الجديدة من تلفزيوناتهم، وطبعا هذا كله كان ضمن أحداث معرض CES 2021 الشهير. ورح نبدأ بسامسونج. كشفت سامسونج عن تلفزيون بدقة 8K وثلاث تلفزيونات بدقة 4K. المثير في إعلانات سامسونج أن كل التلفزيونات الجديدة بتستخدم نظام إضاءة الميني LED واللي بتعطي جودة صورة عالية وتباين أفضل، وأعطت سامسونج هالشيء الاسم التجاري نيو كيوليد. إذن عندنا تلفزيونات النيو كيوليد 8K، وأسماء الموديلات هي QN900A وQN800A. في المقابل عندنا تلفزيونات الـ 4K، وأسماء الموديلات هي QN85A، QN90A وQN95A. ووضحت سامسونج بأن استخدام هذه التقنية بتكون إضاءات الـ LED أصغر 40 مرة مقارنة بالإضاءات الخلفية للتلفزيونات السابقة. سامسونج تقول أن هذه التلفزيونات الجديدة بتعزز التجربة خصوصا للاعبي الجيل الجديد من الألعاب. حسب كلامهم راح توفر خيار الجيم بار اللي راح يخليك بشكل سريع تدخل على الإعدادات الريفرش ريت والأسبكت ريشيو وكل الخصائص المهمة اللي بتجي مع منفذ HDMI 2.1. ونتكلم عن أشياء مثل تشغيل الألعاب بدقة 4K و 120 هرتز وفاريبل ريفرش ريت وطبعا أوتو لو ليتنسي. التلفزيونات الجديدة بتدعم أبعاد 21:9 و 32:9 بحيث تحاكي شاشات الألترا وايد اللي اشتهرت بين اللاعبين. نيجي الآن للتقنيات الصوتية في هذه التلفزيونات. سامسونج أضافت ساوند درايفرز أكثر وسمتها Object Tracking Sound، وفكرتها هي بأن الشاشة تحلل المشهد اللي تتابعه وتحاول تعكس وتحاكي الصوت اللي تسمعه بشكل كأنه طالع من الشيء اللي ينتج الصوت على الشاشة. طبعا هذه التقنية راح تعمل مع ميزة ثانية حتى يتم استغلالها صح، وهذه الميزة هي Space Fit Sound، وهي عبارة عن عدة ميكروفونات في التلفزيون نفسه تحلل الغرفة من حولك حتى تعطيك أفضل أداء صوتي. وطبعا تقدر تستعمل هذه الميكروفونات لمساعد الصوتي جوجل وأليكسا. الآن ننتقل لشركة سوني العريقة. أعلنت سوني عدة تلفزيونات من الفئة العليا تحمل اسم البرافيا XR، وكشفت عن 5 فئات مختلفة من التلفزيونات. 2 منهم سمتهم الماستر سيريز، وهي الفئة الأعلى أكيد. وأول تلفزيون هو Z9G Master Series 8K Full Array LCD، وبتوفر بأحجام الـ 85 إنش والـ 75 إنش. والموديل الثاني هو الـ A90J Master Series 4K OLED، وهذا راح يجينا بثلاث أحجام مختلفة: 83 إنش، 65 و 55. كل من الفئتين اللي ذكرناها راح يكون فيها حساس إضاءة يقيس مدى قوة النور عندك في الغرفة ويخليها بشكل تلقائي توازن الوايت بالانس على الشاشة. الجميل في شاشات الأوليد هالسنة من سوني إن سطوعها بيكون أقوى من شاشات الأوليد السابقة للشركة، وهذا بفضل درع ألمنيوم حراري جديد بيساعد في عملية التبريد. طبعا الفئات الباقية بتكون أقل سعرا ومواصفات، وتشمل الـ A90J 4K OLED، الـ X95J 4K Full Array LCD والـ X93J 4K Full Array LCD. الجميل ان سوني بتستمر في استخدام نظام تشغيل اندرويد TV في تلفزيوناتها الجديدة، لكن تم تغيير مسماه الى جوجل TV وخلته ابسط للاستعمال. وراح تدعم جميع هذه التلفزيونات احدث التقنيات مثل الـ 4K 120 هرتز، VRRR، ALLM وطبعا الـ E-Arc. سوني طبعا سوقت تقنية جديدة مع تلفزيوناتها اسمها الـ Cognitive Intelligence، وهي ميزة تعمل بفضل شريحة الـ XR Chip. وسوني تقول ان هذه الشريحة بتساعد في معالجة الصورة بشكل افضل من ناحية الالوان وتوازنها او حتى رفع جودة الفيديوهات الى دقة افضل او upscaling. اخر شركة عندنا هي عملاق التلفزيونات LG. اعلنت الشركة عن عدة شاشات OLED وسمتها OLED EVO، ووضحت LG بان هذه التلفزيونات راح تكون اعلى سطوع من شاشات الشركة الماضية. الفئة الاولى هي G1 سيريز، وهي بتكون شاشة 4K من نوع OLED راح تعطينا السطوع الاعلى من بين كل شاشات OLED اللي تقدمها الشركة، وبتتوفر بثلاث احجام. والفئة الثانية هي C1، وبتكون بدقة 4K ومن نوع OLED وبتتوفر بحجمين. واخيرا عندنا تلفزيونات بدقة 8K وسميت هذه الفئة بالZ1 وبتتوفر بحجمين. وراح تستعمل التلفزيونات الجديدة معالج الـ LG Alpha 9، وبفضل هذا المعالج الشركة تتوعد تحسين ملحوظ في وضوح وسطوع جودة الصور والفيديو. بالإضافة إلى كل تلفزيونات LG لـ 2021 راح تدعم الـ G-Sync، VRRR والـ FreeSync. ضمن الإعدادات هالسنة بيكون في خيار اسمه الـ Game Optimizer،
ومن خلاله بنحصل كل الخيارات المهمة الخاصة بالألعاب ونقدر نعدل عليها مثل الـ VRRR واللو ليتنسي والمزيد. نجي الآن للفئة الأقل وهي الـ A1 Series. هذه السلسلة بتكون الأرخص إذا كنت حاب تشتري تلفزيون OLED، ورح تجيك في هذه الفئة كل ميزات الـ HDMI 2.1، لكن عدد المنافذ الـ HDMI في التلفزيون بتكون أقل من الفئات العليا، وبنفس الوقت هذه الفئة تستعمل معالج فيديو أقل وهو LG A7، وهو مشابه للمستخدم في تلفزيونات السنة الماضية. فئة الأيوان اختلف فيها رأي بعض الإعلاميين، بحيث بعضهم كتبوا بأنها ما تدعم مزايا الـ HDMI 2.1 وأن المنافذ اللي فيها هي فقط HDMI 2.0. رح نكتب تعديل في الديسكريبشن لما يتم تأكيد هذه المعلومة من LG. الآن ننتقل إلى فئة الـ LCD من تلفزيونات LG واللي سمتها الشركة هالسنة QNED Mini LED، ومثل ما هو باين من الاسم فهي تستخدم تقنية الميني LED. ووضحت LG بأنه بتواجد فيها حوالي 30,000 إنارة ميني LED، وفيها حوالي 2500 وحدة تحكم تخفف وترفع من قوة النور، وهذه النقطة بتساعد كثير في اللقطات المظلمة وتحسن التباين والـ HDR بشكل كبير. وبتتوفر التلفزيونات بدقة 4K و 8K وبأحجام توصل إلى 83 إنش. ومثل أغلب تلفزيونات الشركة خلال العام الماضي فهي راح تدعم الـ 120 هرتز وراح تدعم خصائص الـ HDMI 2.1. نجي الآن لنظام الويب أو إس المتوفر في كل تلفزيونات شركة LG اللي أعلنت أنها أعادت تصميمه بالكامل وصار أسلس وأسرع من النظام السابق. إذا تذكرون النظام السابق فهو يجمع لك كل شيء تبيه في الطرف الشاشة السفلية، الآن مع النسخة الجديدة للواجهة صارت تأخذ كامل الشاشة وتوفر لك خيارات أكثر. ومو بس كذا، الريموت نفسه تغير بشكل خفيف وصار فيه أزرار اختصارات أكثر مثل ديزني بلس، برايم فيديو، بالإضافة للاختصارات المساعد الصوتي مثل جوجل وألكسا. وأكثر ميزة جذبتنا هو دعم الريموت لتقنية الـ Near Field Communication أو الـ NFC، اللي عن طريقها راح تقدر تعرض فيديوهات على شاشتك بمجرد ما تقرب الجوال من الريموت، أو العكس تقدر تكمل الفيديو من التلفزيون على جوالك. آخر نقطة راح نتكلم عنها اليوم هي أن كل تلفزيونات LG لسنة 2021 راح تدعم كلنا من ستيديا وجي فورس ناو، وهي خدمات سحابية تخليك تلعب عن طريق البث. إذا عجبكم التقرير تابعوا حسابنا واشتركوا معنا، ولا تنسون تعطونا لايك على الفيديو.